السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدل أنا عايز أكتب بقلم أو شغلة هنا، فأجي هنا وأقول له أنا عايز أستخدم البن draw with your البن، تبدأ ترسم بحسب الشكل بتاعك. طيب الحدث اللي أنا عايز أطلقه اللي هو لما أبدأ الشغل بتاعي، طيب أنا عايزه إيه؟ هل تبقى مرة واحدة ولا يفضل الناس ماشي معايا؟ يفضل ماشي معايا يبقى لازم أقول له forever. طيب forever إيه؟ forever ترسم، أقول له خلي القلم بين داون يبدأ يرسم معايا. طيب وخلي اللون بتاعه باللون دوت، تقدر تغير اللون زي ما انت عايز بالشكل اللي انت عايزه. طيب وممكن تقول له مثلا استامب استامب يعني اطبع لي الصورة ديت. طيب انا عايز الشكل ده يبدأ يطلع الماوس، فاقول له ايه انا عايز كل الماوس ما يتحرك الشكل نفسه يتحرك معايا. فأنا عندي هنا في أمر اسمه هتلاقي هنا في أول واحدة موشن، خلي الماوس يتحرك يتحرك وراه الشكل ده. طيب تعال نجرب، هتلاقي راح ناحية الماوس، حركت الماوس بدأ يرسم، وكل ما يقف في حتة بيبدأ يحط ستامب بالشكل ده. طبعا لو شلنا ستامب يبقى هيرسم الخطوط من غير ما يقعد يكرر شكل القطة ده.